الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ما يبحث كان باري أو حيوان نيك حلالا بخرين أو نيك حلالني أفرميه كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. يعني خل حيوان كعرب لديدقايا و بی حبیانی ولی بر شایع پاک بی و قیزیلیان کاتو بیزیلیانیه. او حلاله مگر اویک شرع تحریم که هی نابی و حرامی کرده بی. طبعا ای عدوه طیبا او خبیثا. بله استعبده یعنی مثلا عرب با طیب حسایان کرده بی. و او استخبثته او لا آخر عده. الله استخبثته العرب و شریکی لسلی داو. و اعتبی عرف العرب فی هذا ويعتبر عرف العرب لذا لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولا كنك أن أول كسان يكن كمخاطب أول شرع الخلاص وفيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهل نوان شافي غمر مبعوث بو ونزل القرآن وهل نوان قرآن نعزل بو وهي وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام دياله إلا ما ورد الشرع بإباحة مقر ويكا الشرع مباحي كذبه أخوة تعالى فرميته يكيك لو الغائف في غمري عزيز دروري خوالة سيبي أميكا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني اشتطاك كانيان بو حلالك واشتبيت كانيان لحلابك. وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فسيال لي أكان شي وشيان بو حلالك لأو بيجا طيبات طيبات المحركة طيبات يعني شي ما تستطيبه النفوس وتشتهيه أو أي كوان نفوذ اشتياه لي بيو مثلا بباكي بزاني خبائث ما تستقذره وتنفر عنه أو أي كوان نفس كان قيان لي شبته ونفرتي لي كان يسطو به أو ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به حرام لدرندغل أو أي كوان كوضي قوي بيو كبتواني عدوي في بكاء يعني تجاوزي في بكاء دزريشي في بكاء بس الحيواني تلا يسطو به على غيره يعني بتواني بو كوضي ستود بنواني بس غير خوايا ويفترس والرالكة كالذئب والأسد والكلب وكوان أمجال ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ولناو بعض المدكانش حرام بيويك تشني قوي بيك جراحتي في بكاء رالي في بكاء. روى البخاري عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هو حديثك أمجر والرواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. أو أن ينهي لي كذور يعني وعشا ما أخرين بعضي أمجا ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه. حلال ابو كسيك كيوتا ناشاريه ولا برسيتيها لمرزويك مداربويك حرام كراوا بخواشي بخوا شأنازة ما يسد به رمقه ويك جاني خوي لدرشون في الرزقالك يعني جاني هلوا جاني خوي في الرزقالك نبي تستقبله وبحر بخوا يعني شيء او الناب هو اللي هو عثمان وين كيف عليه سن حاد يعد به سنين ديان حاد يعني تيشبه يعد به على فريسته نشير فريسة لذلك ليش بكاء سر نشيرك السباع الحيوانات المفترسة وأنوى راوك لنشيرك المخلب يعني الظفور يقطع به الجلد ويمزقه يعني ونجر ونجريك عبا كردي خومان أي ما يحفظ به قوته هذه خيبرته وبقية روحه يعني تقريبا رمغ يعني نيوكيان ومثل الميتة في الحل كل ما حرم تناوله يعني هرشي كحرام التناول به لو كانت ذرته حرام به والأصل في هذا يعني الرواع به بخوي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعني حرام كلالة ستا المردار أبو خوين وقرش برازو أويك لكانت سرنكا هاواري بغير إخوة في برسكراوته يعني بجي أويك ناوي إخوة إلى سبري ناوي غير إخوة إلى سيهن راوة. ثم قال فمن دعا ادرج كذا فرميتي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أما أجل كاسي كوت الناشارية وأن حالتي برسيتيها إن شدتي برسيتي ولي حالي وابو متمايل بجناح نبو يعني وحزينة كالخوي كوت ناعو مخمصة ودري سريو فإن الله غفور رحيم.
وهي لغير الله به أن ما ذكر عليه عند ذبح غير اسم الله تعالى لا غير خال سبري من الإهلال إلى ما ذي إهلاله أتوك وهو الرفع الصوتي كابنا بسكر نويدنا مخمصة شدة جوع التي يخاف منها الموت أو المرض الشديد باشا يعني الويل لو شدة جوعة ترسي مرقي ببيان ترسي نخوشيني سخ غير متجانب الإثم متجانب مائل يعني أي لا يريد المخالفة الموقعة في الإثم مساهدة في مخالفة يقنيك بخاتنا وقناحها ولنا ميتتان حلالان وإما دوم الغرب ويك حرام السمك والجراد هل وهو دماني حلالان دخلني حرام الكبد والطحال يعني سطري حيوان غير روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودماني فأما الميتان فالحوت والجراد ومعنى كأسالة وأما على والله روية عليه يقول قرأ عن زلزال يعني هي يعني سو سوز يعني هي أو برشني كبي في يوم ما شكت الرأ أو أنا أخري أو أنا إيش أخري تبي أنواع كل خان وهذه كلها فلا ما أعيش وأما الدماني فالكبد وقي حاله ويحرم من السمك ما طفى على سطح الماء وانتفخ لا ما فيش حرام أويك كبد سرقة وكوباعك يعني أما سبيز به إن غلب على الظن أنه يوري في المرة أو يوصي الحرام به أجر غالبا السر الزني إنسان أجر بخوري ما لازم بعد يعني. بعده. هم جرد ويا والله والأضحية بس قربانية سنة مؤكدة يعني قرباني كذن سنتك تأكيد سركراوة بس يا زين وهي ما قربانك أضحية وهي ما يذبح من الإبل أو البقر أو البعز أو الغنم أنا وأنا. يعني مثلا واشتروا قالوا بزنوا مر يوم العيد للروح ججني قربانا تقربا إلى الله عز وجل مأخوذة من الضحوة. لا ضحوته ولا جيل ضحوة مناشي وهي امتداد النهاري ليجك يشان الروجة وسميت بأول الزمان فعلها وهو اللحى ناو بردك راوة بأول زمان كوكتيا أنجام دريك كأوج ضحايا أو زمانه يعني تقريبا عبادتي كانكاتي قربوني خوراكي أم جالا ودل ذلك وسنة مؤكدة به آيات منها قوله تعالى فصل لربك وانحر يعني وانحر يعني قرباني بك أي صل العيد واذبح الأضحية وثبت في ذلك أحاديث منها قرائني ترهي لفنايا خهم أمر ديارة ودرس لا أصلاب وجوبة ما قريني صارفة أقربوا لوجوبك إجراته مثلما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاعهما يعني في غمزه دي خايلة سربة دو قرباني دو بلاني كربة قرباني يكي كان كبلق بون أملح بون يعني سفيكي كان زوتر للرشا كان بو أقرن بو يعني شاغدان بون ذبحهما بدسي في روزي خوي سريب ريتن وسمى بسم الله لسر كردو الله أكبر كردو وقاتي شنايا سر تختي مليان باشا ماءه أم جارا بغي ويجزئ فيه فيها الجزع من الضأن يعني شقمر كافية تيايا والثاني من المعزي دو صالة لبزن يعني شتر الجزع هي ما أتمت سنة وطعنت في ثانيتي صالة كتواكر بينات الدومية وأوي التي سقط مقدم أسنانها يا أو حيوان بي كوا مقدم دياني في الشيني كوتوه والضأن الغنم كواتي أسالة كتواكر بي دياني كوتوه آه كاتا اگر صاركي تاونك كردو بلانديانی كوتو هدرستا فروى احمد والطبراني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضحو بالجزع الجزع كالمقبلين والجزع من الله فانه جائز او جائزة امجر وعند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة او نعمة الاضحية الجزع من الله قرباني شاك الجزع الله ثاني من المعز هروها لبقى اجمع طعن في الثالثة أوياك مثلا دو تواكر بيو قايلة سينابي ومن الإبل يعني أقبل الثاني لو اشتر ما طعن في السادسة أوياك قاينة صالي شرشماوة كوتي والثاني من المعز والثاني من الإبل والثاني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد أوي بدنة بو حوت به واحد إبلة تقع على الذكر والأنثى بو ذكر بو يعني تنهاب وني بغيت بدنا بو اشتري مياه بو اشتري نير بو نيرو مياه به مسلم الجابر الروايات يقول رضي خواهي لبي علينا حرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
بله اوان یعنی وشترو قال من نجاتي حوت سر ابري يعرف شاتي وشاته عن واحد شاتي لا يقدانه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وجن كاني قال كذا بقرباني باش أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نضحي بالشات الواحدة يعني يكسر حيواني وردما نكربة قرباني جاء شات بو مرشي بو بزنشة به يذبحه الرجل عنه وعن أهل بيته سري بريل جاتي خوي جاء أهل بيتك ثم تباهى الناس بعده فعشان مثلا خلق مباهات يعني كوتنا افتخارات وأمانه فصارت مباهاتا هو مباهات يعني وكبري كيباكي وشاوليكي أي صارت أضحية مفاخرة بين الناس لا بقصي السنة خلق واهية في الأمر وهذا لا يعني لا يعنى تركها ومعنى ولا ترك بكري ونكري بل تصحيح القصد وإخلاص النية بل قوة به قصد تصحيح كري ونية إخلاص كري فكان أبو خواب كري يعني بعض الأحيان يعني سلبي هو كشك يعني هو خوش هو أهل بيت كشك. يعني أو نهان جام درابو. أبى تيجي أعور قربنا يعني وصلنا بجي هنا بأويات وأنا كبرى حيوان كعب قربانيه ورا أهلي ما ركي خوشي لخير كعب الشركة إنما. سنة كفاية. يعني أيوة أوي ناو نبردو أوني ولا حديثي كشو تلاوتي بوجنا كاني قالي كذا بقرباني. معنى ما يرغى نبيه نابل وأربع لا تجزئ في الضحايا شوار نوع حيوان هي ككفايتنا كان بو قرباني العوراء البين عورها يعني تكشارك مثلا كويربونكي كويري شاوكي أشكرابي والعرجاء البين عرجها العرجاء يعني الشل كعرجكي دياريبيا يعني شليكي والمريضة البين مرلها أوش النخوشين كمعلومة والعجفاء لر التي ذهب مخها من الغزال يعني بل أسري لري مخي نماوي لخبر الترمذي وصحه أبو داود واللفظ له عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء البين ضلعها يعني الشليكي والكسير كسير يعني قاد شكاوشتيوة وعند الترمذي العشفاء التي لا تنقي لا تنقي يعني نعم لا تنقي والأرجاء بينوا ضلعوا ضلعوا من فلسطين نعم ضلعوا يعني شليكي ضلعوا والكثير كثير من الشكاب يعني قاتش شكاب أو شكافينية حربي أم جال وعند الترمذي العشفاء شيء التي لا تنقي لا تنقي يعني ذهب مخها باشا يعني مثلا وقبري حركي يعني قوي دفع وشتينا مع بها مثلا أي يعني شيء ذهب مخها أي دهن عظامها يعني روني إسقاننا مع بها من الهزالي والأسليلاتي عربي أخذ إنقاب نفاق وكرنوية لما لا تنقي يعني تقريبا ماذا نمو يعني أقول بها سلب بلي يا أثن لا تنقي واتا نقي ناكا يعني فاق ناكا تويا شون وش تماشي لغتي بكري هل لا تنقي أو بذهب مخوالي داتو طالما آوى كافينية وش تماشي لغتي بكري أم جلو يجزئ الخصي ولقى الحيوان خساب يدرس ده خصي هو الذي رلت خصيتاه يعني كترابيته هردو هل كقناكي أو قطعت عروقهما يا الرقكاني هيك قلنا كاني قطع كلابي حتى تذهب شهوة الجماع لدى الإنسان يعني قال الإنسان بقريب وإيش شهوة الجماع نمني أبي النزوي ليا قرين قوي قرين من لا حيوان حاربي روى الحاكم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين شاكا دوبراني قلوي قورا أملحين أقرنين موجوئين موجوئين يعني خصيين يعني خصيين رعب فذبح أعدهما فقال اللهم عم محمد أمتي من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ أركى الشهادات بوتو بضع إخوة بالتوحيد يبتع فرستي يكتعي وشهادين بمن جواب بويك من تبليغ مكرد به موجوئين أي خصيين باشا لم جار ولا والمكسور القرن يعني شخص كاوي جركيه
ولا تجزئ المقطوعة الأذن ولا الذنبي أو أي كواي جوي برابي أكل كي برابي أو نابي متوجبين كلا أو بعضا لنقص اللحم والذهاب جزء ما كل منها شن جزء كي ما أكل لي لحرام قراءه ووقت الذبح من وقت صلاة العيد لو وقت هذا استقاك هنوجي جشن كلابي هتاكي إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق تا غروب خروج لآخر أيام التشريق كسير روج معمولا لا جشن أقريتها ماشا بابي أمام بابي أي دخول وقت صلاة العيد وطلوع الشمس ومضي وقت يسع الصلاة والخطبتين يعني أونج وقت بغزري كقنجايشي نيجاكا ونيجاجنكا ودو خطبة شبه والأفضل فعلها بعد الفراغ من الصلاة وسماع الخطبتين أفضل أوي أنجام دري دواي أوي كلا نيجاكا لبيتا وقويلة دو خطبة بقرية روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أوي نصلي نيجاكا ثم نرجع أمجاقرنا فننحر أمر قربانيك من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا هل كذوا بكوا سنتي إما درك الدواء ومن ذبح قبله أجل بيجا وسالي بري فإنما هو لحم قدمه لأهله وقوش تهيك ربو من الله كان يوايا ليس من النسوك في شيء دو قرباني نية يعني هيش ويلو قرباني ناجي يومنا هذا يعني يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر وهو يوم الأوحى فننحر يعني فنذبح قبل دخول وقت صلاة العيد ومضي وقت يسعها أصاب يعني وافق النسك العبادة وافق النسك العبادة والقربة متواجبين كأيش كيا وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الجمعة يا متشرقة من ذي الحجة روى ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أيام التشريق ذبح يعني هو ذبح به أي وقت الذبح يعني هو قرباني حالوي أم جالا ويستحب عند الذبح خمسة أشياء لكات سيبرني حيوانا كان فين شخص النتزام بيوسين ديالا زورة بيانا كاتك شلم يعني زورة حتى